وصلتنا دعوة إلى حضور حدث الكشف عن معلومات لعبة راتشت أند كلانك ريفت أبارت، أو باللغة العربية اسمها راتشت أند كلانك شق طريقك. في البداية خلونا نتكلم عن تاريخ السلسلة بشكل مبسط. السلسلة صدرت على جهاز بلاي ستيشن 2 وكان فيها 3 أجزاء رئيسية، وكان التركيز فيها على عامل الأكشن والمغامرة. وبعدها صدرت على جهاز بلاي ستيشن 3 تحت مسمى راتشت أند كلانك فيوتشر، وكان التركيز فيها في سرد القصة العميقة لماضي راتشت وحتى كلانك، وصدر منها 4 أجزاء. والآن نحن على موعد مع الجزء الجديد في السلسلة والقصة، وهي راتشت أند كلانك ريفت أبارت. هذه المرة القصة راح تكون عن راتشت بعد أن كبر في العمر وتعلم من مغامراته، والعالم اعتبره بطل من أبطاله، وفي يوم التكريم الخاص فيه هجم الشرير نيفيريوس عليه وسرق واستخدم مسدس الأبعاد علشان ينتقل إلى بعد يكون هو فائز فيه على راتشت وكلانك. وهنا تبدأ المغامرة الجديدة، بحيث تفرق راتشت وكلانك عن بعض ووصلوا إلى مكانين مختلفين في نفس البعد، بحيث راتشت وصل إلى مدينة كبيرة يحكمها نيفيريوس، وكلانك وصل عند شخصية جديدة اسمها ريفت، وهي تعتبر الوجه الآخر من العملة لراتشت، يعني نسخة راتشت في هذا البعد. لكن ريفت ما تعتبر نسخة وبس، لأنها شخصية مستقلة ولها ماضيها وحياتها الخاصة، عكس راتشت، لأن راتشت قابل كلانك وأيضا أصدقاء ثانيين ساعدوه في مغامراته، أما ريفت عاشت وحيدة من غير أحد يساعدها، وكونت لنفسها هوية محاربة المقاومة ضد العدوان اللي تسبب فيه نيفيريوس في البعد حقها. وهنا قابلت كلانك وتعرفت عليه وصار يساعدها مثل ما كان يساعد راتشت، وتولدت علاقة صداقة بينهم. أما راتشت هذه المرة أصبح وحيد ويحاول يبحث عن صديقة كلانك اللي ضاع منه في هذا البعد الغريب، وفي نفس الوقت يحاول نكتشف إيش سبب فوز نيفيريوس في هذا البعد ويتصدى له من جديد. قصة ريفت أبارت راح تكون مباشرة بعد جزء Into the Nexus، لكن مو ضروري أنك تكون لعبت الأجزاء القديمة حتى تستمتع فيها، لأنها راح تقدم مغامرة جديدة كلياً بالكامل بقصة جديدة، ويقدر أي شخص يستمتع فيها سواء كنت محبي السلسلة أو كنت لاعب مستجد فيها. وكعادة كل جزء اللعبة راح تقدم كواكب جديدة، وأيضاً راح تقدم كواكب قديمة لكن بشكل جديد، يعني الوجه الآخر من العملة للكواكب، واللاعبين القدامى راح يميزونهم إذا شافوهم، وكل كوكب في اللعبة بيكون في حياة وبيئة خاصة فيه تميز عن غيره، وطبعاً البيئة راح تكون جميلة جداً وساحرة. اللعبة راح يكون فيها شخصيات جانبية كثيرة، منها اللي يساعدك ومنها اللي يوقف ضدك، وهذه الشخصيات اعتنوا المطورين في تصميمها وراح تظهر فيها تفاصيل دقيقة تميزها وتعطي هوية فريدة لكل واحدة منهم. الآن خلونا نتكلم عن الأسلحة، واللي تعتبر الجوهر في كل لعبة راتشت أند كلانك، لأن الأسلحة فيها تكون مميزة وغريبة وجدا ممتع استخدامها ضد الأعداء حسب المواقف المختلفة اللي راح تواجهك. ولعبة ريفت أبارت راح تقدم أسلحة جديدة كليا في السلسلة، إضافة إلى الأسلحة العائدة. الأسلحة الجديدة غريبة وممتعة، فمثلا في سلاح اسمه توباري سبرينكلز، هو عبارة عن قفاز يطلق سائل يخلي النباتات تنبت على جسم الوحش وتعيق حركته، وهذا يعطيك فرصة كبيرة أنك تقضي عليه. طبعا في أسلحة كثيرة ثانية رهيبة وغريبة، واللعبة راح تقدم دعم كامل لكل خواص بلاي ستيشن 5 للجيل الجديد، مثل يد الدول سنس راح تكون مفيدة جدا في استخدام السلاح، والاهتزازات راح تحسسك بقوة السلاح لما تطلقه، وأيضا راح يفيدك بأن يعطيك إشارة أن العدو جاهز للقتل. مثلا لما تستخدم سلاح التوباري سبرينجل، اليد راح تهتز لما العدو يكون جسمه مغطى بالكامل بالنباتات، يعني ما يحتاج أنك تراقبه أو تعرف متى يكون جاهز للقتل، اليد راح تعلمك. وأيضا الزر الكتف L2 والR2 بيكون لهم دعم مفيد في السلاح، فمثلا سلاح الانفورسر هو عبارة عن شوتجن قوي جدا في اللعبة، إذا ضغط على زر الكتف إلى أن حسيت بمقاومة من الزر نفسه بيكون يطلق الضغطة الأولى للسلاح، لكن لو ضغط ضغطة كاملة وتعديت المقاومة في زر الكتف راح يطلق الطلقة الثانية وتعتبر أقوى بكثير، وراح يوضح لك على السلاح نفسه أي زر ضغط فيه بالمؤشر اللي تشوفونه قدامكم.
وأهم عنصر في اللعبة هي أداة الرفت، واللي هي عبارة عن خطاب تطلق على ثغرات أبعاد تظهر أمامك في المرحلة، وبتنتقل في لحظة إلى مكان ثاني في نفس المرحلة، وأحياناً تنقلك إلى كوكب آخر كلياً. وهنا تستخدم قوة الـ SSD الخاصة بالبلايستيشن 5، لأنك لما تنتقل إلى بعد ثاني عن طريق استخدام الأداة ما راح يكون فقط جزء من مرحلة، لكن بيحمل لك الكوكب الجديد كله في لحظة. شيء جداً فعلاً مبهر. واللعبة أيضاً فيها قدرات جديدة مثل قدرة الفانتوم داش، واللي تمكنك بالانتقال السريع وتخطي العقبات، وفي نفس الوقت تفيدك في القتالات، لأنك لو استخدمتها راح تكون ما تنضرب من العدو للحظة، وراح تفيدك كثير في القتالات. اللعبة أيضاً تقدم محتوى ضخم ومتنوع، وحتى طرق له جديدة، مثل راح يكون في مراحل خاصة بشخصية كلانك، وهي عبارة عن مراحل ألغاز ممتعة، وأيضاً بيكون في مراحل لشخصية العنكبوت جليتش، واللي بيساعدك في تهكير الأجهزة، وبيكون هذا هو رفيق راشد في اللعبة. وأيضاً بيكون في تحديات حلبات وطيران وقتال في الجو، وتجميع المسامير الذهبية المعتادة من كل أجزاء. ومن أرهب الأشياء الموجودة هو البوكيت ديمنشنز، وهي ثغرات أبعاد سرية صغيرة تلقاها في المرحلة، تدخل فيها وتدخل إلى مراحل مصغرة فيها تحديات جداً ممتعة. وبيكون في قدرة تغيير طور الصعوبة في أي وقت من غير الحاجة لإعادة تشغيل اللعبة، وبتقدم تحدي كبير للاعبين المحترفين. وأيضاً اللعبة تدعم الصوت الثلاثي الأبعاد، بحيث راح تدخل أجواء في اللعبة وتعيشها بنفسك. رسوم اللعبة جميلة جداً وفيها تفاصيل دقيقة، مثل الفرو الخاص براتشت وريفت، وأيضاً لما يكون في أكشن في الخلفية مثل الروبوت الضخم اللي تحاول تهرب منه ريفت. هذه كانت كل المعلومات اللي قدرنا نحصلها لكم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لعبة راشد أند كلانك شق طريقك راح تصدر يوم 11 يونيو. يعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة.